قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور والصلاة على محمد أنارت للقلب نور قلبي بالذكر يحيا. يلا يلا إيه؟ أخص شيء بهذا الشأن وأسبق جار في هذا المهان وهذا الصنيع صناعة ده بقت هو ايه بقت اسبق شيء في هذا الرهان والكلام ده الكلام الجليل ده اللي هو الفن الاول الايه المقتدر على جمع المتباعدات وتأليف المختلفات المقتدر على بعث الرحم المدفونة في ضمير الأشياء لأن الأشياء بينها رحم لأنها كلها خلق خالق واحد لأنها ثم تفرقت وتنازعت فالعبقرية الرائعة عبقرية الشاعر الرائع والمتكلم المبين هي التي تنفض هذا الغبار عن هذه الأشياء المتباعدة وتبحث في أغوار الأشياء عن الرحم الجامعة قلت إيه؟ وتبحث إيه؟ هو هذا لو انت فسرت التشبيه لتلامذتك بغير هذا يبقى انت من ذوي الحاجات الخاصه صح تبقى انت ايه ما انتش يعني صح انت استاذ وبتهز كتافك بس ده مش فكأن عبقريه اخص جار في هذا الرهان وكذا وكذا كأن عبقريه هذا الصانع لهذا الباب هي انه ينغل في ضمير الأشياء حتى يجد الرحمة الجامعة بينها فيجعل هذه الرحمة الجامعة بينها سبيلا إلى تأليف المختلف فيجعل هذه الايه تفهم كلامي هذا هو يقول يا ودي عصر وهذا الصنيع صناعته التي هو الإمام فيها أيوة. والبادئ لها والهادي إلى كيفيتها نعم. وأمره في ذلك أنك إذا قصدت ذكر طرائفه وعد محاسنه في هذا المعنى والبدع التي يخترعها بحذقه والتأليفات التي يصل إليها برفقه ازدحمت عليك يا سلام جانبيك يا سلام فلم تدري أيها تذكر ولا عن أيها تعبر يا سلام كما قال إذا أتاها طالب يستامها تكاثرت في عينه كرامها طبعا أنا أفهم من هذا الكلام شيئا ها أنا إيه لابد لا شوف لابد أن أقرأ مقروء قراءة ثانية ها لابد إيه أنا أفهم من هذا شيء وهو شيء بسيط جدا جدا ولو فعله أصغرنا لكان قد وضع قدمه على درب هذا الشيخ الجليل هو إيه أن عبد القاهر قبل أن يمسك بالقلم ليكتب هذا الكلام العالي النفيس كان بين يديه من صور التمثيل الكثير جدا جدا والمتنوع جدا جدا والمختلف جدا جدا وأنه بقي زمانا يدير عقله وفكره في هذا التمثيل وبعد ما أشبع نفسه من كثرته وتنوعه ووا إلى آخره أمسك بالقلم وكتب هذا الذي ذكره عصا هيا يبقى هذا يبقى عبد القاهر مش عبقري لا ده شغال تفهم كلامي ها عبد القاهر ايه مش عبقري انما ايه شغال انما شغال جمع صورا كثيرة من التمثيل وعكف واسكنها في قلبه وقام وقعد بها وتفكر فيها وهو على محطة الاتوبيس
أظن ما كانش عنده أوتوبيسات، خد معي وقام وقعد بها حتى إذا ما أحس بأنه اقترب منها، وإذا ما أحس بأن قلمه أصبح مستطيعا أن يعبر عنها أمسك بالقلم وكتب الذي كتبه الرسول. بس الفرق بينه وبين واحد زي حالاتي هو إن أنا ما اشتغلتش، عندي سؤال جاهز، زيد كالأسد وحجة كالشمس في الظهور. عاوز أتكلم عن التمثيل أقول إيه؟ عن أحجة، وعاوز أتكلم في التبدأ انتهت المسألة. بس إنما ده شغل تاني. ولذلك أنا دايما أحب أتأكد إن مفيش عبقرية، مفيش عبقرية موجودة على فراش النوم. مفيش عبقرية إيه؟ إنما العبقرية بنت الكد ورشح الجبين كما كان يعبر هؤلاء العلماء. ها بنت ليه؟ ورشح ليه؟ شفت كلمة رشح الجبين؟ دي عبارتهم هم. شوف معناها إيه؟ الكد والعمل إلى آخره. حينئذ تتفتح مسائل العلم، لأن العلم مش كل من هب ومن دب، إنما العلم له طبقة معينة. العلم له طبقة معينة تقوم عليه وتؤمن به وتعمل له إلى آخر هذه الأشياء. فدي الطبقة بذلت. وبعدين زي ما قلت لكم أكثر من مرة، شهد الله أنه والملائكة، مش معقول حيبقى أقول العلم مع الحق وملائكته سبحانه وتعالى وهم نايمين فاهمين كلامي؟ لا، دولت ناس كدوا، لأن طلب العلم عبادة، كدوا في العبادة وكدوا في الزلفة وكدوا في القرب من الله إلى آخره. يلا. وهل تشك في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر لك بعد ما بين المشرق والمغرب؟ شفت إزاي بقت هنا البيان ما جمعش المتباعدات المعقولة، ده اختصر ده والمغرب، ضم مشرق، يعني صنع وجود آخر ليس فيه مشرق في الشرق ومغرب في الغرب، وإنما المغربان تعانقا وتلاقيا. قلت أنا بيصنع عالم هو شايف إن الشرق شرق والغرب غرب. هو مش عاوز كده، عاوز يشوف الشرق والغرب متعانقين فبيصنع كده. ولذلك دايما كنت في أول أيامي أفكر في كاتب القصة، فألاقيه مثلا يلد البطل حين يريد الكاتب أن يولد هذا البطل، ويموت البطل حين يريد الكاتب أن يموت هذا البطل، وينتصر هذا البطل حين يريد وينهزم. الله، لقيت القلم ده مالك ناصية الوجود، لقيت القلم ده ايه؟ مالك ناصية الوجود. وإن هذه القصة هي عالم مخلوق من شبات هذا القلم، ليس من خلق الله، ليس ايه؟ فهم كلامي؟ وإن كان سبحانه وتعالى يخلقكم وما تعملون، إنما هو الله سبحانه وتعالى ترك القلم ليصنع لنفسه عالما كما يحب. بس هو عالم ايه؟ موجود في الحبر الاسود. وانتهت المسألة. موجود ايه؟ انتهت المسألة. يلا. ويجمع ما بين المشئم والمعرق. طب المشئم يعني الذاهب الى الشام، والمعرق الذاهب ايه؟ الى العراق. وهو يريك للمعاني الممثلة بالاوهام شبها في الاشخاص الماثلة. ايوه الممثلة بالاوهام، يعني العقلية، المعاني العقلية. يلا. وينطق لك الأخرس ويعطيك البيان من الأعجم
ويريك الحياة في الجمال. شوف انت اقرا ثانية عصام بقت الاوهام ولا وهو يريك للمعاني الممثلة بالأوهام شبها في الأشخاص الماثلة. شفت شفت صناعة البيان؟ ها؟ شفت ايه؟ ها؟ صناعة البيان يعني ايه؟ يعني بيريك للعقل صورا حسية. ها؟ واللي بعدها ايه؟ والأشباح القائمة. طب ها؟ ينطق لك الأخرس. عجيب، شفت شفت ازاي بقى؟ ها؟ شفت ازاي؟ أنا بقول بيصنع عالم هو تاني. الأخرس لا. لا ولكن البيان ينطق لك، يصنع لك العجائب، يصنع لك الايه، وده 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 سر دهشة النفس الإنسانية من البيان، لأنه يريها غير المألوف، لأنه ايه يريها أخرس ناطقا، يريها أخرس ناطقا وجمادا متحركا حيا وهكذا. يلا ينطق لك الأخرس. شوف خد بالك يعني ايه، يعني انت مش معقول ان عبد القاهر تكلم بهذا دون ان يكون بين يديه صور نطق فيها الأخرس، وصور انتقلت فيها الأوهام الى كذا الى اخره. يلا ويعطيك البيان من الأعجم. الله. ويريك الحياة في الجمال. شفت شفت ازاي؟ ويريك التئام عين الأضداد. بس ده أظن بقت ده القمة بقت، يعني الحياة في الجمال والتئام عين الأضداد ده 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 مجتمع بين متباعدات. ده احنا تجاوزنا، ده احنا تجاوزنا الجمع بين المتباعدات الى المتضادات. تفهم كلامي ولا؟ فانت لازم تقرا الكلام ده واحده واحده وتتعقله وتفهمه عشان تتعلم. يلا. فياتيك بالحياه والموت مجموعين. الله، شفت ازاي العجب بقت. هو هنا هو هنا ما جمعش بين المتباعدات، ها؟ ده جمع بين المتضادات. والماء والنار مجتمعين. تفضل يا سيدي. كما يقال. يعني لاحظ حاجه، لاحظ انك انت لما تكون بتحب تفكر، ها، لما تكون بتحب تفكر تقدر تقول والله هو يريني عالم مخترقا لقوانين المألوف. يريني ايه؟ عالما مخترقا ومتجاوزا لقوانين المألوف وماضيا على على سنن آخر غير السنن المألوف. فليس من المألوف أن نرى الموت والحياة مجتمعين، ولكننا نرى ذلك مألوفا في البيان، وأن نرى الماء وأن نرى وهكذا. يعني أن زي ما قلت لك أنك أنت تحاول أنك أنت تتمثل ما تقرأ. يلا. كما يقال في الممدوح هو حياة لأوليائه. أيوة. موت لأعدائه. ده جيد جيد. ويجعل الشيء من جهة. هو بقى بيعطيك يعني صور بقص، يعني أصلا لما قال لك الحياة والموت مجتمعين فده شيء مدهش، فقال لك لا مش بعيد ولا حاجة، ده أنت أنت بتمدح واحد بتقول هو حياة وموت لأعدائه، وفيه واحد موت لأعدائه وموت لا أولياء، فالمسائل مختلفة، فالمسائل تفهم تفهم كلامي وهكذا. يلا. ويجعل الشيء من يعني يعني فيه في الشر خيار، في الايه؟ في الشر. يلا. ويجعل الشيء من جهة ماء ومن أخرى نارا. نعم. كما يقال أنا نار في مرتقى نظر الحاسد ماء جار مع الإخوان. وكما يجعل الشيء حلوا مرا. شوف لاحظ ان انا ايه قلت لك انه لا يتكلم بما سمعنا الا اذا كان بين يديه وفره وافره كثيره من الشواهد، من الشواهد، وكل عمله انه تاملها ووصفها، انه ايه تاملها بس انتهى. ده مدهش لك لأنك نايم، ده مدهش لك لأنك نايم، وأنا بقول إن دي مش عبقرية، لا ده عمل.
ده اكتساب، ده جهد، دي مشقة. وإن أي واحد تائه ضل نفسه لو صبر صبر هذا الشيخ هيكتب كما كتب هذا الشيخ، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل العقل والفكرة لجيل دون جيل ولا لقبيل دون قبيل، وإنما دي من عطاياه ووزعها على عباده. ولا يظلم ربك أحدا، بس شوفوا عمل إيه واشتغل أنت، شوف عمل إيه واشتغل أنت بس. يلا إنما أصدقين ده عايش في حياة إنسانية، نايم وبعدين يشوف الناس قالوا إيه وبعدين يتكلم بما يتكلم به الناس، ثم يوصف هذا الببغاء بأنه هو متنور وأنه هو مفكر وأنه 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 وأنه. فأنت عاوز تبقى مفكر ولو عن طريق الببغاء، وعاوز تبقى أنت متنور وهكذا. في الحياة يعني لابد أن يتغير، لابد أن يتغير. أنا أكره ذكر اليهود لأنهم الأعداء الذين لا شك فيهم، الذين لا شك فيهم، بس يعجبني أنهم كانوا ولا يزالون يرفضون أي فكرة تدخل عليهم من خارج حدودهم. لابد أن يصنعوا أفكارا، ولو كان صاحب الفكرة يهودي من بني جلدتهم ولكنه لا يسكن أرض إسرائيل. هذا الكلام. وأنا كنت لاحظت أن لما أقيم الحصار على العراق، فبدأ الطوائف من علماء العراقيين يسدون حاجة البلاد بعقولهم وصبرهم، فظهرت نوابغ وظهر علماء وظهر وحدثت طفرة شديدة جدا، اللي هم بعد الكلام اللي هم هربوا، اللي هم العلماء اللي كانوا بيقولوا عليهم علماء متميزين جدا. ولكن قبل ما تتم العملية كان كل شيء مخضع عليه، فهم كلامي؟ قبل ما تتم عملية ايه؟ عملية الولادة الحقيقية للأمة، قبل ان تتم ايه؟ الولادة الحقيقية للأمة، فكان كل شيء مخضع. يلا. وكما يجعل الشيء حلوا مرا، عصابا عسلا، وقبيحا حسنا، كما قال. شفت بس اصل الاشكال مذبحة المعرفة الغفلة، السكين الذي تذبح به المعرفة هو الغفلة. اقرأ تاني يا ولدي عصام اللي انت قلت ده. وكما يجعل الشيء حلوا مرا، شفت حلوا مرا، لاحظ ان دي شيء غريب، يعني اختراق زي ما قلت انا هو بيصنع عالم اخر، اختراق يعني اخترق القوانين المألوفة. يلا. عصابا عسلا وقبيحا حسنا، اظن اللي انا قلته لا يشك فيه، وهو ان الرجل امامه طوفان من الشواهد، وان الرجل ليس عبقري وانما قرأ هذا الطوفان ووصفه. ولو انا جبت الطوفان ده لطالب في الكلية وقلت له اقرأ هذه المجموعة من التمثيل واكتب لي عليها، ما فيش اكتر من هذا، قل انه جعل الشيء حلوا مرا، واقول انه جعل الشيء كذا كذا، اظن لن يعجزه ذلك، لن يعجزه ذلك. يلا. كما قال: حسن في وجوه اعدائه اقبح من ضيفه راته السوام. ويجعل الشيء اسود ابيض في حال. كنحو قوله: له منظر في العين ابيض ناصع ولكنه في القلب. احنا كل القصة ان احنا مع الجمع بين المتباعدات والمتضادات والمتناقضات، وان التمثيل هو الباب الاولى بان يجمع هذا التضاد وهذا التلاقي. احنا في كده أدركه. يلا. له منظر في العين أبيض ناصع ولكنه في القلب أسود أسفع. نعم. ويجعل الشيء كالمقلوب إلى حقيقة ضده. أيوة.
غرة بهمة ألا إنما كنت أغر أيام كنت بهيما. أيوة. ويجعل الشيء قريبا بعيدا معه كقوله دان على أي. يعني إيه غرة بهمة ألا إنني كنت أغر يوم كنت بهيما. أيوة. هو أراد بياض الرأس وسواد الشعر. أراد البياض والسواد. غرة اللي هي اللي هي الشيب، بهمة اللي هو السواد. أنا كنت أغر الغرة الحقيقية أيام كنت شابا. يلا أدي المعاني. ويجعل الشيء قريبا بعيدا معا كقوله دان على أيدي العفاة وشاسع وحاضرا وغائبا كما قال أيا غائبا حاضرا في الفؤاد سلام على الحاضر الغائب ومشرقا ومشرقا مغربا كقوله له إليكم نفس مشرقة إن غاب عنكم مغربا بدنه وسائرا مقيما كما يجيء في وصف الشعر الحسن الذي يتداوله الرواة وتتهاداه الألسن كما قال القاضي أبو الحسن وجوابة الأفق موقوفة. الشعر يعني الشعر اللي هو بيقول إنه هو إيه اللي هو إيه لا اللي قبلها إنه هو له إليكم لا اللي قبلها يقول يجعله مرتحلا مقيما. نعم. يجعله ايه؟ يلا. له اليكم نفس مشرقة ان غاب عنكم مغربا بدنه وسائرا مقيما كما يجيء في وصف الشعر الحسن او ده سائر ومقيم يعني القصيدة في الديوان ها وتسير بالركبة. نعم. كما يجيء في وصف الشعر. انت فاهم كلامي؟ يعني أصل المسألة إيه؟ القصيدة في الدول كلنا عارفين إن القصيدة في الدول بس هو فطن إلى أنها محفوظة وتتهاداها الألسنة ويستعذبها الناس وتسير بها الركباء فجعل من هذا القصائد التي في الدول معرفة تقرأ وتفهم. هي الشعر مقيم ولكنه يسير به الركباء. يلا أردت أن أقول فكر في الأشياء القريبة والمبتذلة والتي هي في متناول الناس جميعا ها فكر في الايه في الأشياء ها القريبة المبتذلة والتي هي ايه تصير بفكرك علما زي ما احنا هنا كده الديوان القصائد في الديوان ولكنه لاحظ أن بعض هذه القصائد استحسنها الناس وتناولتها ألسنتهم واستعذبتها نفوسهم فصاروا يروونها ويرددونها وتسير بها الركبان لأن العرب لما كانوا بيرحلوا كان الشعر هو إيه الشعر هو الـ هو الـ هو الـ المريح لهم والصوت الذي يعينهم على تحمل مشقة الأسفار بس هذه المسألة كلها. يلا كما يجيء في وصف الشعر الحسن الذي يتداوله الرواة وتتهاداه الألسن كما قال القاضي أبو الحسن وجوابة الأفق موقوفة تسير ولم تبرح الحضرة. طبعا هو أراد تسير ولم أراد التضاد أراد الجمع بين أنها تسير ولم تبرح أراد أن يضع يدك على هذه العجيبة العجيبة التي هي أن ترى الضد مجتمعا مع الضد وأن ترى الشيء موصوفا بالضدين أن ترى إيه؟ الشيء موصوفا بالضدين كأن تراه نارا وماء تراه حاضرا غائبا تراه وهكذا هو يريد أن يطبع في نفسك هذا الحدث الرائع الذي يحدثه البيان في هذا الوجود يريد أن يطبع في نفسك هذا الحدث الرائع الذي يحدثه البيان الإنساني والروح الإنسانية ونزعة النفس الإنسانية في هذا الوجود
هذه النزعة التي تجعلها تجمع بين ليس المتباعدات وإنما المتضادات، وأن تجعل الشيء غائبا حاضرا، وأن تجعل الشيء مقيما مرتحلا، وأن تجعل الشيء مشرقا مغربا، مشئما معرقا، إلى آخر هذه الأشياء. هو الآن درس اليوم كله عبارة عن عجائب صنعها البيان. هذه العجائب التي صنعها البيان محورها وقطبها الجمع بين المتباعدات. يلا، ما لا يجتمع الجمع، ما لا يجتمع، ضم نشر الوجود، ها، ضم ايه؟ ضم نشر الايه؟ كمان مره ضم نشر ايه؟ لانه حينتهي في قبضه واحده، والارض جميعا قبضته، المرتحل والمقيم والمشئم والمعرق والكذا والكذا الى اخره الى اخره. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب احيا طمأنة.